السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الحديد وجاءت الأسعار من أرض المصنع اليوم كالتالي: سجلها متوسط حديد عز 17670 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 18070 جنيه للطن، حديد العتال 18050 جنيه للطن، بينما سجل حديد المصريين 17570 جنيه للطن، حديد الجرحي سجل 17850 جنيه للطن، حديد الكومي 18000 جنيه للطن، وحديد البيوشي 18000 جنيه، حديد العشري 18000 جنيه، وحديد المعادي 18000 جنيه أيضا. أما مصر ستيل سجلت 18000 جنيه للطن. أما حديد الدخيلة سجل 18170 جنيه للطن، حديد المراكبي 17850 جنيه، حديد عطية 18070 جنيه للطن. أما بالنسبة للمصانع الاستثمارية فالأسعار تتراوح ما بين 17200 و 17500 جنيه للطن، ليصل المستهلك ما بين 17500 17700 جنيه للطن. فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.